بشوف اخواني يلعبون جوالهم ولا لا. محمود بلعب معك؟ لا انقل لا تشغلني. ابوي يقول طيب العب معك. اجلس اجلس لا تعلم ابوي لا ادقك دق. فرادي بلعب معك؟ انقل لا تغسلني ولا اعطيك جوالي ولا تناظر معي. ايه ليش ما اخذ جوالي؟ شوف ابوي بحلو. شوف يلا انا ليش ما اخذ ولا ابوي وافتح لي سناب سناب لقيت الحد باخذ ولا ابوي وهو نايم يعني هو ما يدري وانا باخذ الجوال واحط له حساب سناب واصور يعني ما حد يشغلني ولا شيء. شوف محمد صار مشهور ما سناب. واو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لازم يصير صديقنا. خلاص حنا نقول له لا تلعب معنا الحين يلعب معنا دايم. محمود الحين وش نسوي؟ الحين نمشي ندوره. يلا نمشي. انا صرت مشهور بسناب ما حد قدي يا ابوي. الو هلا امي. محمود ايش تبي؟ ايه انا صرت مشهور تدوروني انتو فراج. وتلعبون لحالكم وتروحون البقالة وتخلوني بالبيت. أنا آسف. توكل على الله بس توكل على الله. الله يسامح. أنا اسمي تسامح. ليش يا أخي؟ أنا أجيب على محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد سلام بعد الإشباح. قال حمود بسامحكم بشرط واحد. الله يسامحكم إنكم تستغفروني أنتم فراج وإذا صرتوا تقول إن شاء الله إنكم تستغفرون أنتم فراج وتعبدون الله ونتصادق حنا وياكم بكرة إن شاء الله. طيب خلاص سامحت حمود وخلاص صرنا متسامحين يعني ما يسوون شيء لي ويلعبون جوالاتهم كل شيء ويخلوني اروح البقالة معاهم واشتري اللي ابي. انا بروح البقالة بس لازم اسوي خطة يا حمودي. ايش رايك تاخذ حمود وفراج اخوانك؟ يلا خلنا نزق عليهم. الو هلا حمودي تعال عند الباب بضرب لك بولي. يلا هلا
ما خليناك تلعب معنا ولا تشوف معنا. أعذرني ولا تزعل مني. نسوي المفروض حنا الحين صفحة جديدة. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. جاهزين. مشينا يلا. يا شباب. هلا. يا حمود إيش بدك تشتري من البقالة؟ كندر وموية وعصير. وسكريم وحلويات. وانت يا فراس؟ ودي اشتري سكريم وغوار وعصير وكندر. ترى الواحد مو لازم يكسر طلبات. الواحد يبي موية يبي فطير وعصير. وإذا جاء الحر يشتري سكريم وإذا البرد ما يشتري. طيب يا شباب؟ طيب طيب. يلا يا شباب وصلنا البقالة بس ولا واحد يدفع شيء على حسابي. كفو كفو. يلا مشينا مشينا. هاي ريالين بشتري عصير وكيك بعدين يقبل لازم أسرق حلاوة. ها؟ لا خلاص حساب لك انه هو حرامي. شوف من طلع جيب حلاوه شيء. طلع كلام طلع طلع بيبي بي طلع طلع كلام محمد كلام. حرام صرف يا حلو. لازم تخلي خل خل هذا. لا لا ما بيخلو انا يسيب. لا 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 بس هلا جاني انت خلاص خلاص. فشلتنا يا حمود. انا اسف يا محمد ما اعود مره ثانيه بس انا ما معي فلوس عشان كذا سرقت الحلاوه خذيتها. ترى الله ما يحب السرقه يزعل عليه ويقطعون يده. المفروض انت اللي تعلمنا مو انا. امسك علشان ما تسرق مره ثانيه. اذا ما معك فلوس انا اعطيك. شكرا محمد. عفو. يا شباب ايش رايكم بالبقالة؟ كم بالبقالة يا شباب؟ شكرا يا محمد الله يكثر خيرك. شكرا بعد انك سامحتنا. انت احلى اخو بالعالم. اكيد انا اخواني انا اضر لهم واحبهم وادلع لهم. وانتم يا متابعيني دلعوا اخوانكم ودوهم ونظروا لهم. والسرقة حرام
انتبهوا لهم وخلوكم معنا.